قبل ما تبدأ الحلقة دي لازم تكون اتفرجت على حلقة تفاوت أحجام خلايا الدم الحمراء وحلقة الانحراف المعياري ومعامل التباين، لأن هتكلم على نفس المؤشرات بس الخاصة بالصفائح الدموية PDWCV, PDWSD, PLCR, PLCC. نبدأ في الجزء الأول من حلقة النهاردة وهو عن تفاوت حجم الصفائح PDW، اختلاف حجم الصفائح platelet distribution width، هو أخو الـ RDW red distribution width بالضبط، بس للصفائح، وأعتقد أن اتكلمت فيه بما فيه الكفاية. ولو مش فاكر ارجع اتفرج على الحلقة دي. الـ PDW مؤشر تفاوت حجم الصفائح هو مؤشر مهم جدا، بيقول لي هل الصفائح فيها تفاوت بسيط في حجمها ولا في اختلاف وتفاوت كبير فعلا في الأحجام، وبنقول عليه platelet anisocytosis. طيب الـ DW distribution width بتاع الصفائح ده، هل هو SD standard deviation ولا CV coefficient variation؟ بص يا سيدي، اتفقنا ان الادق هو الـ SD، ولو الجهاز حسبه يبقى سهل يحسب منه برضو الـ CV. عامة لو الجهاز بيعرض الـ SD هتلاقي التمييز بيه الفيمتوليتر، وفي مراجع بتقول ان النورمال بتاعه من 9 لـ 13، وفي اللي بيقول من 9 لـ 14، وفي اللي بيقول من 8 لـ 18 فيمتوليتر. ولو الجهاز بتاعك بيعرض CV هتلاقي التمييز بتاعه بالنسبة المئوية، وفي مراجع بتقول النورمال بتاعه من 10 لـ 17.9، وفي اللي بيقول من 8 لـ 18، وفي من 10 لـ 18، وفي من 37 لـ 43. نقول تاني ان الجهاز هو اللي بيطلع المؤشرات دي من الهيستوجرام بتاع الصفائح، يعني مش هينفع احسبها مانوال. تعال بقى أقولك أسباب ارتفاع الـ PDW، إمتى يكون في تفاوت بين أحجام الصفائح، في صفائح حجمها كبير وصفائح حجمها صغير، بنلاقيها مع ارتفاع عدد الصفائح الـ Essential Thrombocytosis، وبنلاقيها في أنيميا فشل النخاع، وبنلاقيها في أنيميا نقص الفيتامينز، وبنلاقيها في سرطان الدم النخاعي لو حد بياخد علاج كيماوي، أو عن طريق الخطأ الجهاز يحسب خلايا دم حمراء متكسرة يحسبها صفائح دموية. طبعا هتسألني وإيه أسباب انخفاضه؟ طبعا مش هرد عليك لأن اتكلمت في النقطة دي قبل كده لحد ما صوتي راح. ده بحث قريته بالصدفة كده، لقيته بيتكلم عن علاقة الـ PDW الـ platelet distribution width مع دكاترة القلب، إنهم وجدوا إنه له علاقة بالـ acute coronary syndrome. ليه بقى؟ المرضى اللي عندهم تصلب شرايين atherosclerosis بيكون فيه جزء متصلب atherosclerotic plaque rupture، واللي بيخلي نخاع العظم ينتج صفائح جديدة حجمها أكبر. والمصيبة الأكبر يا شباب إن الصفائح الكبيرة الجديدة دي مش بس هتنتج ثرومبوكسين E2 وADP، لكنها هتتحد مباشرة مع الفايبرينوجين، وبالتالي ممكن تعمل كورونري ثرومبس. وندخل في الـ ACS الـ Acute Coronary Syndrome، وفي أبحاث طويلة عريضة قالت إنه بيعرفنا الـ Platelet Formation Activation. خد بالك السبب او الفكرة الرئيسية هو ليه بيزيد مش معروف، ولكن ربما بسبب اختلال في تطور ونمو خلية الميجا كاريوسايت. في عندي dysfunctional ميجا كاريوسايت development. من الاخر هقدر افرق بيه بين الاسينشال ثرومبوسايتوسيس، هلاقي الـ PDW عالية، وبين الرياكتيف ثرومبوسايتوسيس، هلاقي الـ PDW طبيعية. وبرضه هقدر افرق بيه في الثرومبوسيتوبينيا، هل هي هايبر ديستراكتيف ثرومبوسيتوبينيا، يعني الصفايح عددها بيقل بسبب زيادة تكسيرها، في عندي مشكلة مناعية مثلا بتكسرها، فهلاقي الـ PDW يزيد، محاولة من نخاع العظم انه يكبر حجم الخلايا يعوض النقص في العدد اللي حاصل. لكن لو هو طبيعي او قليل ممكن اشك ان فيه هايبوبروداكتيف ثرومبوسيتوبينيا، مشكلة في النخاع نفسه، مشكلة في التصنيع الصفائح نفسها. فهو مؤشر كويس جدا بيعرفني ان نخاع العظم صاحي وفايق وبدأ يزود حجم الصفائح الدموية علشان يعوض مشكلة ما. الجزء الثاني من حلقة النهاردة هنتكلم عن نسبة الصفائح الكبيرة وعدد الصفائح الكبيرة platelet large cell ratio PLCR او platelet large cell count PLCC،
من اسمه، هو ببساطة النسبة المئوية أو عدد الصفائح الدموية اللي عدت القيمة الطبيعية لحجم الصفائح. يعني قد إيه من الصفائح الدموية حجمها عدى 12 فيمتوليتر. والمعدل الطبيعي بتاع الـ PLCR إنه يكون من 11.9 ل 66.9% أو من 12 ل 42%، بيتناسب عكسيا مع عدد الصفائح وبيتناسب طرديا مع متوسط حجم الصفائح والـ PDW. برضه بيزيد مع أسباب زيادة متوسط حجم الصفائح الـ MPV زي الثرومبوسيتوبينيا، وبيقل مع حالات الثرومبوسيتوسيز. هيفيدنا لو كان نقص الصفايح هايبر ديستراكتيف، يعني انتاجها كويس بس اتكسرت، هنلاقي الـ PLCR مرتفع، وهنلاقيه منخفض لو كان نتيجة لنقص الانتاج من نخاع العظم هايبو بروداكتيف. طبعا اللي بيحسب الريشو ده هو الجهاز، وبيحسبه من البليتلت لارج سيل كاونت على البليتلت كاونت كله. يعني ببساطة هيعد كام صفيحة دموية حجمها اكبر من 12 فيمتوليتر على عدد الصفائح الدموية كلها. وطبعا عندنا البليتلت لارج سيل كاونت، العدد بتاع الصفائح الدموية اللي عدت ال 12 فيمتوليتر تقريبا الطبيعي بتاعها من 55 ل 139، وفي مراجع بتقول من 30 ل 90 الف صفيحة دموية. ده بحث لو فتحناه كده هنلاقيه بيربط بين ارتفاع الـ PLCR مع اختلال دهون الدم الديسليبيديميا، وبيرجح خطورة الإصابة بالجلطات. صديقي لما تلاقي زيادة في الـ MPV متوسط حجم الصفائح، وزيادة في الـ PDW تفاوت حجم الصفائح، وزيادة في الـ PLCR الصفائح اللي حجمها كبير فوق 12 فيمتوليتر، ممكن نشك في autoimmune thrombocytopenic purpura اللي هي الفرفورة، نقص الصفائح الدموية بسبب مشكلة مناعية. صديقي لو الهيستوجرام بتاع الصفائح زي ما انت شايف كده مفتوح من على اليمين، يعني منزلش على الارض، انسى الـ PLCR لانه هيكون في الضياع، لان الـ PLCR هو الحتة دي، الجزء ده، شوية الصفائح الدموية اللي موجودين في المنطقة دي اللي اكبر من 12 فيمتوليتر. فكل ما كان الكيرف ممدود على اليمين اكتر، كل ما زادت نسبة الـ PLCR او الـ PLCC، وكل ما كان الكيرف نازل بدري كل ما قل نسبة الـ PLCR او نسبة الـ PLCC. اخر حاجة، الجماعة الاجانب عاملين بحث عنب عن علاقة الـ PLCR بمرضى انفصام الشخصية شيزوفرينيا او الاسكيزوفرينيا. والله الحلقة اللي جاية هكلمك عن الهيستوجرام بتاع الصفائح والاختلالات اللي ممكن تشوفها، ومنه اعتمد عدد الصفائح اللي الجهاز مطلعه ولا ما اعتمدوش.